بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الإدراك من غير قضى تصور، ومع تطبيق وذا مشتهر، جازم دون تغير علم، علما وغير اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحدر مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ والجهل جاء في المذهب المحمود، هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم كل نسيان، والعلم في السهل له اقتنان، ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الناظم رحمه الله: الإدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر، جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق، والوهم والظن وشك ما اختلف، والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي إليهما الإيمان؟ والجهل جاء في المذهب المحمود، هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهل له اكتنان، ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. في هذه الأبيات يشرع لنا المؤلف رحمه الله في ذكر عدد من المصطلحات التي تذكر في هذا العلم، وإن كان ارتباطها بعلم المنطق أيضا وثيقا، ولكن لما جرى ذكر المصطلحات المنطقية في مؤلفات الأصول كان من المناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله بعض المصطلحات التي تعيننا على فهم مدونات الأصول. لذلك يقولون إن الأصولية لا يحتاج لأن يكون أصوليا، لا يحتاج في أن يكون أصوليا إلى علم المنطق، وإنما يحتاج إلى المنطق لفهم بعض المؤلفات الأصولية، لأن كثيرا من المؤلفين في علم الأصول تأثروا بعلم المنطق، وذكروا كثيرا من مصطلحات المنطق في مصنفاتهم، فكان حريا بمن له إلمام بعلم أصول الفقه أن يعرف بعضا من تلك المصطلحات التي يستخدمونها في كتبهم، حتى يكون على دراية بما يذكره الأصوليون المتأثرون بالمصطلحات المنطقية. ومن هذه المصطلحات القريبة من علم المنطق
بعض الذي في آتينا الآن من التصور والتصديق. قال رحمه الله: الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. ذكر لنا في المجلس الماضي ما معنى الدليل، وأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم ذكر لنا هنا رحمه الله أن الإدراك ينقسم إلى ما سيأتي، فقال رحمه الله: الإدراك من غير حكم يسمى تصورا، فحينما تدرك الأشياء المفردة من غير أن ترتب حكما على بعضها فإن هذا يسمى تصورا. والإدراك يقولون هو الوصول إلى فهم الشيء بتمامه، فإذا أدركت أن هذا مسجد وأن هذا جوال وأن هذا إنسان فقد تصورته. إذن حينما تصل إلى تمام الفهم لهذا المفرد فإنه يقال تصور في اصطلاحهم. هذا معنى قولي هنا رحمه الله الإدراك، أي الإدراك حينما تدرك شيئا معينا ولكن من دون أن ترتب حكما عليه فإن هذا يسمى تصورا. فقال رحمه الله: الإدراك من غير قضاء. القضاء هنا هو الحكم، وهو النسبة في اصطلاح علماء النحو. فالنسبة والقضاء والحكم هنا بمعنى واحد. فحينما تدرك شيئا من غير قضاء أي من غير حكم فإنه يسمى تصورا. فإذا قلت محمد وأنت تعرف من محمد فإنك تتصوره، ولكن إذا قلت محمد مجتهد فقد حكمت عليه بالاجتهاد. فإدراك محمد فقط أو إدراك الاجتهاد وحده هذا يسمى تصورا، لكن حينما تدرك معنى محمد وتدرك معنى الاجتهاد ثم ترتب هذا الحكم وهو حكم الاجتهاد على محمد فإنه يسمى تصديقا كما ذكر هنا رحمه الله. فهذا معنى قوله: الإدراك من غير قضاء تصور، أي الإدراك المجرد عن الحكم يسمى تصورا، تدرك الأشياء المفردة دون أن تبني أحكاما عليها. لكن ومعه أي ومع القضاء ومع الحكم، من غير قضاء من غير حكم ومعه أي ومع هذا القضاء ومع هذا الحكم يسمى تصديقا، ومعه تصديق. إذن مجرد إدراك الأمور والأشياء المفردة يسمى تصورا، لكن ترتيب الأحكام عليها يسمى في اصطلاحهم تصديقا. فالتصديق هنا هو الخبر وهو الحكم. والخبر كما نعلم في اصطلاح علماء البلاغة رحمهم الله هو ما يتطرق إليه الصدق والكذب لذاته، أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا هو الخبر. فلما قال رحمه الله ومعه أي ومع الحكم يسمى هذا تصديقا، قال: نحن نسميه تصديقا مع أنه أيضا يحتمل التكذيب بناء على أشرف الاحتمالين. فهناك تصديق واحتمال تكذيب في الخبر، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أو ما يحتمل التصديق والتكذيب، فأخذوا جانب التصديق لأن هذا أشرف من التكذيب فسموه تصديقا، ولم يسموه تكذيبا وإنما سموه تصديقا، لأن التصديق أشرف من التكذيب والصدق أشرف من الكذب، بل لا شرف في الكذب. فقالوا نسميه تصديقا من هذا الاعتبار. والتصديق هو الحكم. إذن عرفنا بأننا إذا حكمنا بشيء على شيء فهذا يسمى تصديقا في اصطلاحهم، وإذا أردنا أن نقول هو حكم كما في اصطلاحنا المتقدم في الأصول، فالحكم هو أن تثبت شيئا لشيء معين، فتقول إن هذا واجب أو محرم أو مباح، فهذه أحكام شرعية لأنك تستفيدها من الحكم من الشرع. ولكن في هذه الأمور حينما تدرك المفردات وحدها وتفهمها فهما جيدا يسمونه تصورا في بعض الاصطلاح، ويسمونه إذا فهمته وحكمت عليه بشيء آخر يسمونه تصديقا كما قال هنا رحمه الله: الإدراك من غير قضاء تصور عندنا.
يسمى عندنا تصورا. ومع القضاء أي الإدراك مع القضاء والحكم يسمى تصديقا. ثم قال رحمه الله: وذا مشتهر، أي هذا التعريف للتصديق بأنه هو الذي يكون فيه التصور مع الحكم، يقول هذا هو المشهور في تعريف العلماء، أن يكون الإفراد مجتمعا، أن يكون التصور مجتمعا مع الحكم، فيسمى هذا تصديقا. هذا الذي عليه الجماهير، وهذا هو المشهور في اصطلاحهم. وهناك قول آخر لعلماء المناطق القدامى كما يقولون، من الذين يقسمون التصديق إلى أقسام، كالذين يقولون التصديق أربعة أقسام، أو هناك إدراكات أربعة وما شابه، ولكن نحن في غنى عن الدخول في تلك التفاصيل لأنها لا تغنينا كثيرا فيما نحن فيه. يكفينا أن نعرف أنك إذا أدركت الشيء المفرد فإنه يسمى هذا الإدراك تصورا، وإذا أدركت الشيء المفرد وحكمت عليه بشيء آخر يسمى هذا تصديقا أي حكما. ثم قال رحمه الله: الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق، وذا مشتهر جازمه دون تغير علم، وغيره اعتقاد، ينقسم إلى ما يأتي. جازمه أي التصديق، جازم التصديق. قال رحمه الله: ومعه تصديق، وجازم هذا التصديق أي حينما تحكم على شيء معين بحكم ما، إذا كان هذا الحكم حكما جازما لا يقبل التغير فحينئذ يسمى علما. قالوا: كما لو قلنا إن الواحد نصف الاثنين، فهذا حكم جازم، الواحد نصف الاثنين، هذا حكم جازم لا يقبل التغير، ليس هناك أحد يأتي ويشككك ويقول لك لا، يحتمل أن لا يكون الواحد نصف الاثنين، بل هذا حكم جازم، فنحن نسمي هذا الحكم علما. إذن التصديق أي الحكم إذا كان على شيء وبجزم، وهذا الشيء الذي حكمنا عليه لا يقبل التغير، فإنه يسمى علما. وغيره اعتقاد أي إذا كان الحكم جازما ولكن هذا الذي حكمنا عليه قد يتغير فإنه يسمى اعتقادا، لأنه قد يكون على خلاف حكمنا ولكننا حكمنا عليه حكما جازما حسب اعتقادنا نحن، فنقول صلاة الوتر سنة، إذن هذا حكم جازم، ولكن قد يكون الحكم متغيرا بأن يكون صلاة الوتر بأن تكون صلاة الوتر واجبة مثلا على قول الحنفية، فحينئذ نقول إذا كان هذا الحكم قابلا للتغيير فإنه يسمى اعتقادا، أعتقد أن هذا الحكم كذا، فإذا كان الأمر كذلك فيكون كما ذكر هنا جازمه دون تغير علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح وكذلك إلى اعتقاد فاسد. إذن الاعتقاد هو الحكم بجزم على شيء ما، ويكون هذا الحكم قابلا للتغير، ولكن الذي حكم جازم في حكمه ومتمسك بكلامه وقوله، فإذا كان الأمر كذلك كما قال ولم يخطئ فإنه يسمى اعتقادا صحيحا. أما إذا كان مخطئا في حكمه هذا مع أنه جازم فيه فإنه يكون اعتقادا فاسدا. هذا معنى قولي هنا رحمه الله: وغيره اعتقاد، أي وغير التصديق الجازم الذي لا يقبل التغير. فهذا الغير ما هو؟ هو التصديق الجازم الذي يقبل التغير. إذن التصديق الجازم الذي يقبل التغير هذا ينقسم إلى يسمى اعتقادا، وهذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون اعتقادا صحيحا وإما أن يكون اعتقادا فاسدا. فإذا اعتقدت اعتقادا صحيحا في هذا التصديق يسمى اعتقادا صحيحا، أما إذا أخطأت في حكمك مع أنك جازم بقولك فإنه يسمى اعتقادا خاطئا أو اعتقادا فاسدا. كما يقولون المتكلمون أو بعض الفلاسفة الذين يعتقدون قدم العالم، يرون أن العالم قديم لم يخلق وإنما وجد هكذا فقط، هذا طبعا هم مصدقون لهذا
وجازمون بحكم ومعتقدون لهذا الشيء ولكنه غير صحيح، إذن فهو اعتقاد فاسد. نعم، مع كونهم جازمين به إلا أنه فاسد وغير صحيح فسمي اعتقادا فاسدا. أما وكذلك ما يقوله البعض من الدهريين من أن كل شيء إنما هو بالطبيعة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء أيضا هكذا اعتقادهم، يجزمون بأن الأمر هكذا لكنه غير صحيح فهو اعتقاد فاسد. وكذلك حينما نرى هؤلاء الذين يتكلمون في الأكوان وأن العالم متكون من هذه المجموعات الشمسية وكل شمس نجم، ثم النجوم هذه ملايينها تكون مجرة ما، ثم المجرات وبلايين المجرات هذه كلها هي التي تملأ الفضاء، ثم إن هذه في السابق كانت كتلة واحدة ثم حدث الانفجار الكبير، هكذا يقنعون أنفسهم بالانفجار الكبير وأن أساس الخلق من هذا الانفجار، فهذا تحول إلى نجم وهذا تحول إلى كوكب وهذا تحول إلى شهب وهذا تحول إلى سحب. هذا اعتقادهم ولكنه اعتقاد فاسد لأنه يتنافى مع اعتقاد أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الخلق كله، لكنهم يريدون أن يحيلوا كل شيء إلى الطبيعة فيقولون كان هناك انفجار كبير منه حصلت هذه المجرات وحصلت هذه الأكوان حتى وجد الإنسان وبقية المخلوقات، ولكن هذا كله اعتقاد فاسد. هم جازمون في حكمهم هذا، ولكن حكم جازم قابل للتغير فهو اعتقاد، ولما كان هذا الاعتقاد غير صحيح كان اعتقادا فاسدا. إذن هذا معنى قولي هنا رحمه الله: وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أي هذا الاعتقاد يكون صحيحا إذا كان مطابقا للواقع، وفي بعض الروايات وفي بعض النسخ إن يكن يطابق، أي إن يكن هذا الاعتقاد يطابق الواقع، إذا طابق ووافق الواقع فهو اعتقاد صحيح، أو فاسد أي وينقسم أيضا إلى اعتقاد فاسد إن هو لا يوافق، إن كان هذا الاعتقاد لا يوافق الحقيقة ولا يوافق الواقع فهو اعتقاد فاسد، مع أنه يسمى اعتقادا. ما هو الاعتقاد؟ هو الحكم الجازم في شيء قابل للتغير، وهذا الحكم إذا كان صحيحا كان اعتقادا صحيحا، وإذا لم يكن كذلك كان اعتقادا فاسدا. هذا معنى قولي هنا رحمه الله: وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. ثم قال رحمه الله: والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. الوهم والظن والشك هذه كلها مصطلحات تتعلق بالإدراكات، فالإنسان قد يتوهم شيئا وقد يظن شيئا وقد يشك في شيء ما. فعرفنا بهذه الأمور الثلاثة في عجز البيت، فقال رحمه الله: لراجح، فجعله مقابلا للوهم، وقال أو ضده أو ضد الراجح وهو المرجوح، وجعله مقابلا للظن. ثم قال: أو معتدل أي الاحتمال المعتدل، هذا في مقابلة الشك، فالوهم بمثابة الظن المرجوح. ولكن كنت أحسب أن الأولى لو قال والظن والوهم وشك محتمل، فبدأ بالظن قبل الوهم حتى يتناسب مع عجز البيت، فيكون الظن مع الراجح ويكون الوهم مع المرجوح ويكون الشك مع المعتدل المحتمل. إلا أنه ذكر أن تعبيره صحيح وأنه من قبيل اللف والنشر المرتب، فيكون الوهم حينئذ إذا قلنا إنه مقابل للراجح، فكأننا نقول والوهم هو الاحتمال الذي يقابله الراجح، والظن هو الاحتمال الذي يقابله ضد الراجح وهو المرجوح، والشك هو الاحتمال المعتدل، إذا مشينا على كلامه هو. ولكن إذا مشينا على تفسير آخر فإننا نقول الظن هو المتاوي للراجح، الظن هو الراجح، الاعتقاد الراجح هو الظن،
والحكم الراجح هو الظن، والحكم المرجوح هو الوهم، والحكم المساوي هو الشك المعتدل. إذن إذا قلنا والظن فيكون هذا مقابل، فيكون هذا في معنى الراجح، والظن براجح، والوهم أو ضده أي ضد الراجح وهو المرجوح، أو ما اعتدل أو ما احتمل، وهذا يكون في معنى المعتدل. إذن هذا إذا مشينا على هذا التفسير، والظن والوهم وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل، إلا أنه رحمه الله بدأ بالوهم، وربما يقصد ما أشرنا إليه من أن الوهم يقابله الراجح، وأن الظن يقابله المرجوح، وأن المحتمل هو المساوي المعتدل، ولعله يقصد الأمر هكذا. الظن والوهم والشك هذه مصطلحات ثلاثة، بعضهم يمثلها بأننا لو أخذنا النسبة المئوية فقلنا 100% هذا نسميه علما، وفوق 50% فقلنا 51 إلى 99 نسميه ظنا، أي يغلب على ظن الشخص أن هذا الخبر صادق وأن هذا الحكم صادق، من 51% إلى 99 يسمونه ظنا، ومن 49 تحت 50، من 49 إلى 1 يسمونه وهما، هذا ظن مرجوح فيسمونه وهما. أما إذا كان 50 فيكون هذا شكا لأنه متساوي ليس راجحا ولا مرجوحا، بعضهم يمثله ويبينه هكذا. إذن الظن دائما هو الظن الراجح، هو الاعتقاد، هو الحكم الراجح الذي نظن أنه صحيح، ولكنه قد لا يكون صحيحا إلا أننا نظن أنه صحيح، ويترجح عندنا جانب الصدق فيه كما هو الغالب في الأحكام الفقهية. فالأحكام الفقهية في غالبها ظنيات، لذلك يقولون لا نجزم هناك بتخطئة المخالف لأنه أمر ظني، قد يكون الحق معنا وقد يكون الحق معه. إذن هذا الظن الذي عندنا بأن الحق معنا نسميه ظنا راجحا، إذن هذا يسمى ظنا، ويسمى أيضا في اصطلاح آخر ظاهرا، أن هناك النص والظاهر والمجمل، فالنص هو بمثابة العلم، والظاهر بمثابة الظن هنا، والمجمل بمثابة الشك المحتمل. إذن إذا قلنا إن الأحكام الفقهية مبنية على الظن في غالبها، هذا يعني أنه لا توجد أدلة قاطعة في الدلالة في أغلب الأحكام الفقهية، ولذلك اختلف الفقهاء. لو كانت الأدلة قاطعة في دلالتها على الأحكام لما وجد هذا الاختلاف الذي نراه في كتب الفقهاء رحمهم الله، ولكن الأحكام الفقهية مبنية على الظن في غالبها، فنحن نعمل بالظن. إذن نعلم من هذا أن الظن وهو الاعتقاد الراجح معمول به في الشريعة الإسلامية، ولذلك نقبل خبر الواحد مع أنه يحتمل أن يخطئ في خبره ويحتمل أنه ينسى، ولكننا نقبل خبره لأنه عدل ومستقيم ومسلم، فيغلب على ظننا أن خبره صادق فنعمل به. إذن نحن نعمل هنا بالظن. وكذلك نقبل الشهادات فيما بيننا، فإذا شهد شخصان بأن هذا المال ملك لفلان فإننا نقبل شهادتهما مع أن هذه الشهادة ظنية، وإذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى نقبل بشهادتهم مع أن هذه الشهادة ظنية، قد يتواطؤون على الكذب وقد يتواطؤ الاثنان أيضا على الكذب، لكن بما أنهما عدلان في الظاهر فنحن نحكم بهذا الظاهر ويغلب على ظننا أنهما صادقان في شهادتهما. إذن العمل بالظن المذكور هنا هذا معمول به في الشرع. أما الوهم فلا عبرة به، أي العمل بالشيء المرجوح. إذا جاءنا عدلان وشهدا بشيء فنقول غالب الظن أو يغلب على ظننا أن هذان أو أن هذين صادقان في قولهما، لكن يحتمل احتمالا مرجوحا أن لا يكونا صادقين، لكننا نلغي هذا الاحتمال المرجوح ونعمل بالاحتمال الراجح. فالوهم لا يؤخذ به في الشرع
وذكر بعضهم حرمة الأخذ بالوهم، ومن هنا قعدوا في القاعدة الفقهية قولهم لا عبرة بالتوهم، وبتعبير آخر لا عبرة بالظن البين خطأه. فالشخص إذا ظن شيئا ما ثم تبين له عكس ما كان يظن، فحينئذ علم أن ذلك لم يكن ظنا وإنما كان وهما. ومن هنا الذي يظن أن القبلة في هذا الاتجاه فوقف يصلي ثم تبين له بعده أنه أخطأ القبلة، فإنه يعيد صلاته إذا كان في الوقت. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالتوهم، الوهم لا يعمل به. إذن علمنا أن ذلك لم يكن ظنا، لو كان ظنا راجحا لربما كان مصيبا، لكن لما كان توهما فلذلك أخطأ في حكمه هنا. إذن الوهم والتوهم لا يؤخذ به في الشرع، أما الظن الراجح فإنه معمول به وهو الغالب في أحكامنا الفقهية. الشك قد يعمل به في بعض الأحيان، ومن ذلك أننا إذا شككنا في نجاسة ثوب أو فراش فإننا ننضحه بالماء، إذا أيقنا بنجاسته فإننا نغسله، وإذا أيقنا بأنه طاهر فلا يحتاج إلى الغسل. ولكن إذا شككنا فيقولون يكفي في تطهيره النضح، بناء على حديث أنس رضي الله عنه لما دعت جدته مليكة النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، ثم جاء إلى أن قال أنس رضي الله عنه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم، قاموا، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحصير مشكوك في نجاسته، هذا الفراش الذي يفرش للصلاة شكوا في نجاسته، فكان تطهيره بالنضح. إذن هذا من طول ما لبث، يقولون لبس كل شيء بحسبه، واللبس في الفراش هنا وفي الحصير يقصد به افتراشه والوقوف والجلوس عليه، هذا الذي يقصد باللبس هنا. واللبس في الثوب المخيط هو أن تلبسه على جسدك، لكن هنا لما سود هذا الحصير من طول ما بقي هناك في ذلك المكان ومن طول ما استعمل شكوا هل هو متنجس أو لم يتنجس، فكان النضح كافيا في تطهيره، ولذلك قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يقولون نعم هو هنا صلى على هذا الحصير، ولكن لم يكن منتعلا، لم يكن لابسا لحذائه. يقول ليس هناك حديث واحد صحيح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على فراش بنعاله، وإنما صلى بالنعال على الأرض المجردة كما ذكر في صفة مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا السنة في الصلاة بالنعال إذا كان المكان غير مفروش، أما إذا كان مفروشا فإنه لن تأتي سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو أمر بالصلاة بالنعال على شيء مفروش. إذن هذه هي المصطلحات الثلاثة التي ذكرها لنا المصنفون رحمه الله، وهي الظن والوهم والشك. وقد علمنا أن الظن معمول به في الشرع، وأما الوهم فغير معتبر ولا يعتد به في الشرع، وأما الشك فقد يكون له اعتبار في بعض الأحيان. ثم قال رحمه الله والعلم عند الأكثرين يختلف. إذن علمنا بعضا من الأجزاء المكونة للنسبة المئوية، نبدأ من الصفر إلى المئة، فإذا بلغنا المئة نسمي هذا علما، وإذا كنا دون المئة وفوق الخمسين نسمي هذا ظنا. وكلما ارتفعت النسبة واقتربت من 99 يكون هناك الظن أغلب حتى نصل إلى غالب الظن. أما إذا كنا في 50 بالضبط فإن ذلك يكون شكا، وإذا كنا دون 50 وفوق الصفر فإنه يسمى وهما، وإذا كنا في الصفر فهو الذي سوف يذكر لنا فيما بعد بأنه الجهل. إذن قال رحمه الله والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. العلم في اصطلاحهم عند الأكثرين يختلف، أي الجمهور من الأصوليين رحمهم الله يقولون بأن العلم يختلف ويتفاوت في الدرجات،
إذن والعلم عند الأكثرين يختلف جزما من حيث الجزم، حينما تجزم بشيء ما وأنك قد علمته جزما هذا العلم يتفاوت، وبعضهم بنفيه عرف. هناك من يقول إن العلم لا يتفاوت، فالذي لا يثبت لله تعالى صفات معينة أو يقول بأن صفاته قديمة، هذا إذا نفى تجدد أو تفاوت العلم مثل هذا نعرف من أين أخذ، كما يقول الأشاعرة إن الكلام قديم وإن صفات الله قديمة لأنه قديم فكل ما يتصف به فهو قديم. إذن فهم يقولون العلم شيء واحد مثلا في حق الله. وكذلك إذا ذهبوا إلى بقية إلى المخلوقات فإنهم يقولون أيضا العلم هناك قد لا يكون مختلفا، فالعلم شيء واحد فقط. إذن يقول اختلفوا في العلم هل يتفاوت في نفسه أو لا يتفاوت، فقال الأكثرون العلم يتفاوت في نفسه، فالإنسان حينما يكون عالما بشيء قد لا يكون آخر أو غيره عالما بهذا الشيء بالدرجة التي يعرفها أو يعلمها هذا الأول، إذن قد يتفاوتون في علم الشيء. وكما يقولون حق اليقين أقوى من عين اليقين وعين اليقين أقوى من علم اليقين، فقالوا إذن هذه كلها يقينات، إذن هذه أمور مستيقنة ولكن تتفاوت في اليقين. وكذلك العلم إذا كان هذا الشخص قد رأى هذا الشيء بنفسه فإن العلم يكون في حقه أقوى، والذي يسمع فقط يكون عالما بذلك الشيء إلا أن علمه لا يكون في القوة بدرجة ذلك الأول. وكذلك علمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم قوي لا يقبل التشكيك، لكن علمنا بأن المتواتر يفيد العلم هذا يقول نعم يفيدنا العلم نجزم بذلك، إلا أنه دون الأول في القطعية دون قولنا الواحد نصف الاثنين، لأن هذا لا يختلف فيه الناس. أما إذا قلنا الخبر المتواتر فإنه يفيد العلم هذا نعم نسلمه، لكن ليس علم هذا كعلم ذلك. إذن قال رحمه الله والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، أي بعضهم نفى كون العلم يختلف ويتفاوت. وإنما له لدى المحقق القول الثالث، يقول إن بعض إن المحققين ويقصد به بعض المتكلمين، يقول إن المتكلم إن بعض المتكلمين وسماهم هنا بالمحققين، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، أي العلم يتفاوت بحسب متعلقاته. لماذا العلم لا يتفاوت في نفسه وإنما يتفاوت فقط بحسب متعلقاته؟ فكلما رأيت آثار خلق الله ازددت يقينا وعلما بأنه موجود، لكن العلم نفسه لا يتفاوت، وإنما إذا رأيت هذه الآثار حينئذ تجزم شيئا فشيئا بأنه فعلا موجود. إذن العلم يقوى ويضعف بحسب المتعلقات حسب قول هؤلاء. لماذا؟ قالوا لما له من اتحاد منحتم، أي لما للعلم من اتحاد واجب، أي يجب أن يكون العلم متحدا شيئا واحدا لا يتفاوت. إذن هم يرون هكذا أن العلم شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاوت، وإنما التفاوت فقط يكون بحسب تعلق هذا العلم. لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم علم، إذن العلم نفسه لا يتفاوت في نظرهم وفي قولهم، وإنما المعلومات هي التي تتعدد. فتقول إن هذه الكلية كبيرة، إذن هذا علم علمت بأنها كبيرة، ولكن يزداد علمك بكبرها حينما تتجول إلى هذا الجانب وإلى الجانب الآخر وتمشي مسافات بعيدة، وكل هذه المسافات يقولون لك إنها تابعة للكلية، فحينئذ معلومك تجدد وتعدد معلومك فازددت علما. وليس أن العلم نفسه يتفاوت أو تتفاوت درجاته وتقوى درجاته فوق بعض، ولكن بحسب ما ترى من المعلومات فإن ظنك وعلمك يقوى بحسب تلك المعلومات. هكذا قولهم هم. قال لما له، هؤلاء يقولون لماذا العلم بنفسه لا يختلف وإنما المتعلقات هي التي تتفاوت؟ قالوا لأن العلم يجب أن يكون متحدا أي شيئا واحدا فقط، أما المعلومات فهي التي تتعدد. هذا معنى قوله هنا رحمه الله
لما له أي لما للعلم من اتحاد منحت، أي لأنه يجب أن يكون العلم متحدا، هذا الواجب وهذا المتحتم واللازم. أما المعلومات فهي تتعدد مع تعدد لمعلوم علم، هكذا وجهة نظرهم، لكن الحق على خلاف قول هؤلاء الذين وصفهم بالمحققين، لأن العلم يتفاوت، فحينما أعلم بشيء قد لا يكون غيري عالما به بالدرجة التي أعلمها، وقد يعلم هو بشيء لا أعرفه لا أعلمه بالدرجة التي يعلمها هو، وكذلك علم الأنبياء ويقينهم بالله تعالى ليس كعلمنا نحن، فعلمنا يكون دون علم الأنبياء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، مع أننا نعلم وجود الله ونعلم به، إلا أن علمنا لا يكون كعلم الأنبياء مع أن كله علم. إذن العلم في نفسه يتفاوت، وكذلك يتفاوت بحسب التعلقات، وليس كما قال هؤلاء في نفسه لا يتفاوت، وإنما يتفاوت فقط بحسب التعلقات والمتعلقات، بل نقول العلم بنفسه يتفاوت، وكذلك يتفاوت باعتبار آخر بحسب متعلقاته والمعلومات. ثم ذكر فرعا متفرعا على هذا الخلاف، فقال رحمه الله: يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان؟ الإيمان هل يقال بأنه يزيد وينقص؟ يبنى عليه، أي يبنى على هذا الخلاف المتقدم في تفاوت العلم واختلافه أو عدم ذلك، يبنى عليه هل الزيادة والنقصان ينتبان معا إلى الإيمان؟ هل الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد وينقص؟ إذا قلنا بأن العلم يتفاوت نقول نعم الإيمان يزيد وينقص، وإذا قلنا إنه لا يتفاوت نقول لا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذن لا يتفاوت. وإذا أخذنا بالقول الصحيح نقول نعم الإيمان يزيد في حق نفسه، إذن يتفاوت في نفسه، وكذلك يتفاوت بمتعلقاته التي هي الأعمال، فالأعمال التي هي من الإيمان كلما كثرت كلما ازداد الإيمان، ولكن الإيمان في نفسه في وجوده في قلب هذا الشخص ليس كوجوده في قلب شخص آخر، فالإيمان يختلف في نفسه وتتفاوت درجاته في النفوس. فإيمان هذا الصالح هذا العابد هذا الورع ليس كإيمان هذا التفات، كلهم يدعي الإسلام ويدعي أنه يؤمن بالله، لكن شتان بين هذا الإيمان وذاك. وكلما زاد الإنسان من الأعمال الصالحات فيكثر من النوافل والطاعات كلما ازداد أيضا إيمانا في هذا الجانب. إذن نقول الإيمان يتفاوت باعتبارين، باعتباره في نفسه، فالإيمان يتفاوت في القلوب، فالناس متفاوتون في اعتقاداتهم وفي إيمانهم وتصديقهم بالله تعالى وفي يقينهم به، وكذلك يتفاوت إيمانهم بحسب أعمالهم. إذن الإيمان يزيد وينقص، وليس كما قد يقول البعض الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما هو شيء واحد، بناء على قولهم العلم شيء واحد فقط. فالإنسان إذا كان عالما بالله نقول نعم عالم بالله، ولكن هذا العلم قد يختلف من شخص لآخر، وكذلك هذا العلم يتفاوت بحسب الأعمال التي يقوم بها المرء وبحسب الآثار التي يراها ويدركها المرء فيزداد علمه. إذن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. والجهل جاء في المذهب المحمود، أي المذهب المختار الذي نثني عليه ونرجحه، جاء وعرف فيه بأنه انتفاء العلم بالمقصود، حينما لا نعلم المقصود، لا نعرف ما هو المطلوب وما هو المراد، هذا يسمى جهلا. ولكن يقول هنا هو انتفاء العلم بالمقصود، المقصود هنا أي الشيء الذي يمكننا أن نعرفه، يمكن أن نعرفه على خلاف المغيبات عنا. فإذا قلنا ما الذي يوجد تحت الأرض من كنوز ومعادن وأشياء ومياه، نقول نحن لا نعرف،
عدم معرفتنا لذلك لا يسمى جهلا في الاصطلاح، لأن هذا الشيء مغيب عنا لا يمكننا أن ندركه جميعه، إذن فهذا لا يسمى جهلا، وإنما الجهل يكون في الشيء الذي يمكننا أن نعرفه ولكننا لم نعرفه، فحينئذ يكون جهلا في اصطلاحهم. وصفات الله عز وجل ما هي حقيقتها وكيف هي؟ لا نعرف. عدم معرفتنا لذلك لا يسمى جهلا، لأن ذلك مغيب عنا لا ندرك حقائقها ولكن نجزم ونؤمن بها. إذن عدم معرفتنا للشيء المغيب عنا والشيء الذي لا يمكننا أن نعرفه وندركه حاليا هذا لا يسمى جهلا في هذا الاصطلاح. إذن هذا معنى قالوا هنا بالمقصود، أي الشيء الذي يمكننا قصده لنعلمه، أما الشيء الذي لا يمكننا أن نقصده لنعلمه فعدم معرفتنا إياه لا يسمى جهلا بحسب هذا الاصطلاح. قال رحمه الله: والجهل، إذن الجهل جاء تعريفه في المذهب المختار أنه انتفاء العلم بالمقصود، فحينما لا يكون المرء عارفا وعالما بهذا الشيء فإنه يكون جاهلا به. ويقسم بعضهم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فحينما يكون المرء لا يعرف فإن هذا يسمى جهلا بسيطا، تسأله ما حكم كذا يقول لا أدري، ما معنى كذا لا أعرف، إذن فهو جاهل جهلا بسيطا. لكن حينما يجهل ويجهل أنه يجهل يكون جاهلا جهلا مركبا. تقول له ما هذا، ما اسم هذا، تشير إلى الطاولة فيقول إنها جدار، إذن هو لا يعلم أن هذه طاولة ولا يعلم أنه لا يعلم، فيأتي ويسميها باسم آخر. إذن حينما لا يكون المرء عالما بأنه جاهل فيكون جهله حينئذ مركبا، إذن جهله مضاعف، كما حكموا عن ذلك الحكيم الذي يسمى تومة أنه كان حسن النية وكان يأمر الناس بأن يتصدقوا ببناتهم على الرجال حتى يعفوهم عن الحرام، فقالوا في الأبيات: ومن يرمي العلوم بدون شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وهو جهله مركب، لا يعرف أن هذا الشيء لا يجوز، وأيضا ارتكب مخالفة زائدة فأمر بخلاف الصحيح. إذن قالوا هذا كان جهله جهلا مركبا. يقولون: وكان له حمار قيل فيه لو أنصف الدهر، وقال حمار الحكيم تومة: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن حماره يقول: أنا يكفيني أنني لا أعرف، لكن تومة هذا جاهل مركب، لو كان هناك إنصاف ربما مثل هذه الكلمة قد لا تليق، لو أنصف الدهر أو ما شابه، هو يقول لو كان هناك إنصاف فكان المفروض أن أركبه لأنه أشد جهلا مني، لأن قال لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن يقولون الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي لا يعرف صاحبه المقصود ولكنه لا يتجرأ على أن يقول على خلاف ما على خلاف الواقع، يكتفي بأن يقول لا أعرف. أما الذي لا يعرف ثم يزيد على ذلك تعريف الأشياء أو الحكم على الأشياء على خلاف الصواب فإن جهله مركب كما يقوله آخرون. إذن قال رحمه الله: الجهل في اصطلاحنا المختار هو انتفاء العلم بالمقصود، أي أن ينتفي العلم وأن لا يكون هناك علم بالشيء المطلوب معرفته، بالشيء المراد معرفته يكون هذا جاهلا به، فيكون هذا جهلا في اصطلاحنا. ثم قال رحمه الله: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهل له اكتنان. النسيان والسهو، ما هو النسيان ما هو السهو؟ قال: زوال ما علم، الشيء الذي كنت تعلمه وتعرفه ثم زال عنك ولم تعد تعرفه. فيأتيك الشخص يقول: هل تتذكر لما ذهبنا إلى المكان الفلاني؟ تقول: بصراحة لا أذكر شيئا من هذا،
يحاول أن يذكرك ويأتي لك بالقرائن فتقول أنا لا أعرف شيئا مما تقول، إذن أنت نسيت، زال علمك بذلك الشيء، فهذا يسمى نسيانا في اصطلاح بعضهم، بعضهم يسمي هذا نسيانا. أما السهو فقال رحمه الله والعلم في السهو له اكتنان، إذن في السهو يكون هناك الشعور والعلم مكتنا في النفس، أي مختفيا في النفس بحيث هو ينسى، لكن إذا ذكرته يتذكر. ومن هنا نقول سجود السهو أو سهى في صلاته، لأنه إذا نبه يتنبه يقوم إلى الركعة الثالثة دون أن يتشهد، فلما يريد أن يقوم تسبحون له فيتذكر فيجلس. لكن إذا سبحتم وهو لا يعرف أصلا فيما هو، كالذي يحكون أنه سبح له فقام، فسبح له فقعد، فسبح له فنام، إذن النفي تماما. إذن زوال ما علم الذي كنت تعرفه وتعلمه إذا زال تماما فهذا نسيان. أما إذا كنت تعلم إلا أن هذا العلم قد اختفى شيئا ما، بحيث إذا نبهت تتنبه وتتذكر، فهذا يسمى سهوا. إذن العلم في السهو له اكتنان، أي العلم مختف وموجود في السهو. إذا قلنا السهو فهناك علم، وإن كان هذا العلم مختفيا ومختفنا. أما في النسيان فليس هناك علم أصلا، لأنه زال العلم، زوال ما علم في النسيان يزول العلم. حتى لو نبهت وأتيته بالقرائن وبالأحوال فإنه يقول لك لا أذكر شيئا من هذا. أما في السهو فيكفيك أن تذكر له بعض الإشارات فيتذكر هذا الذي تحدثه عنه. إذن هذا معنى قولي هنا رحمه الله زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. وبعضهم يقول إنهما مترادفان النسيان والسهو. ثم قال رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. الشيء الذي لم ينهنا عنه الله يكون حسنا، أما الشيء الذي نهانا عنه الشارع فيكون قبيحا. وهذا يعيدنا إلى درس قد سبق حينما قال رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. قد ذكرنا هناك ما يقوله بعض المعتزلة من التحسين والتقبيح العقليين، وأن العقل يدرك الحسن بذاته، وأنه يجب على الله تعالى أن يتبع ما يحكم العقل بحسنه فيثيب المحسن ويعاقب المسيء المرتكب للقبيح. وبينا فساد هذا المذهب، والأشاعرة يردون الأمور كلها إلى الله هنا، فكأنهم يعطلون العقل، فكأن العقل لا يدرك شيئا، فيقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ولكن تلك العبارة علمنا أنها ليست أيضا سديدة 100%. الحسن ما حسنه الشرع، بل ما حسنه الشرع فحسن، كما ذكر هنا في هذا البيت. تعبيره هنا في هذا البيت سليم ومستقيم، لأنه قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن. إذا لم ينهنا الشارع عن شيء معين فإنه يكون حسنا. نعم، لو قال ما البيت ما ربنا لم ينهى عنه الحسن، لو قال هو الحسن لقلنا له لا، ليس الحسن منحصرا فيما لم ينهنا الله عنه فقط، فقد يكون صحيحا أيضا. إذن ما ربنا لم ينهى، لو قال الحسن ما حسنه الشرع نقول لا، بل حتى إذا لم يحسنه الشرع، لم ينص على حسن شيء، فإنه قد يكون حسنا بالعقل. ندرك بعقولنا أن الشرق حسن مثلا، وأن الكذب قبيح. نعم، الحسن والقبح قد يدركان بالعقل قبل أن يأتي الشرع بكلام في ذلك. ولكن لا نقول كل ما لم يحسنه الشرع فإنه ليس بحسن، فيكون في ذلك تعطيلا لحكم العقل، والعقل معتبر في بعض الجوانب ما لم يتجاوز حدوده. إذن قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن، فهذا يذكرنا أيضا بتلك القواعد التي ذكرناها هناك، من أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن أن الأصل في المناهي التعيين. فما لم يعينه الشارع ويبين بأنه محرم فنحن نحمله على الإباحة. إذن الشيء الذي لم ينهنا عنه الشارع نهيا معينا ف
فإننا نقول حسنا ويجوز لنا أن نقدم عليه. ويذكرون أن من هذه الأقسام التي لم ينهنا الشارع عنها الواجب، الواجب لم ننهى عنه بل أمرنا به، وكذلك المندوب هذا لم ننهى عنه فعل المندوب، وكذلك المباح لم ننهى عن فعله. فهذه الأقسام الثلاثة داخلة في هذا الشطر من البيت حينما قال ما ربنا لم ينهى عنه، لأن هذه الأمور الثلاثة لم ننهى عنها فهي إذن حسنة. وغيره أي وغير الذي لم ينهنا عنه الشرع أي الذي نهانا عنه الشرع هذا هو القبيح وهو المستهجن أي المستقبح. إذن الشيء الذي نهانا عنه الشارع قبيح ومستهجن ومستقبح، هكذا يقولون في الحرام. إذا نهانا الشارع عن شيء فلنجزم بأن هذا الشيء قبيح وأن فيه مضرة علينا، ليست هناك مصلحة حقيقية محرمة علينا، بل كل ما حرمه علينا الشارع فلنعلم أنه لمصلحة راجحة، أنه نهانا عن هذا الشيء لأن في البعد عنه مصلحة ولأن في الإقدام عليه مضرة. ومن هنا نرى بعض الأشياء التي يظن الناس أنها مصالح وأنها حسنة فيقدمون عليها، ولكنها في الواقع مضار. والمصالح التي تكون هذه مصالح وهمية لا عبرة بها. فإذا قال لك أحد إذا أعطاك البنك الفوائد الربوية فخذها، لأنك إذا تركتها هناك فسوف يأخذها النصارى أو الكفار أو الذين لا يأبهون بالدين ويستعملونها في المعاصي وربما حاربوا بها الدين وربما جعلوها في الكنائس وما شابه. إذن المصلحة تقتضي أننا نأخذ هذه الأموال، معناً أن نجزم بأنها ربا، فنقول هذه ليست مصلحة وهذا الشيء ليس حسنا. لماذا؟ لأنه مضاد للشرع. الشرع يقول وذروا ما بقي من الربا، ونحن نجزم بأن هذا ربا، فالمصلحة الحقيقية في البعد عن هذه الأموال الربوية. إذا توهمنا أن المصلحة في أخذها فقد أخطأنا خطأ بينا. إذن الله تعالى إذا نهانا عن شيء فلمصلحة توجد في هذا الشيء، وإذا توهمنا أن في ذلك مصلحة فذلك خطأ، لأن المصلحة لا تكون في الشيء الذي نهانا عنه الشرع. ومن هنا ذهب بعضهم حتى قال يجوز للولد المسلم أن يرث أباه الكافر في الدول الغربية. لماذا؟ لأن هذا الأب قد يموت ويهلك ويترك أموالا كثيرة، وإذا قلنا إن هذا الولد المسلم لا يرثه بناء على قولكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إذا عملنا بهذا الحديث هنا هذه الأموال تمشي إلى النصارى وإلى الكنائس وإلى محاربة الدين. إذا المصلحة تقتضي أن هذا الولد يأخذها يبني بها المساجد أو يأخذها ويعمر بها الطرق والشوارع وما شابه، فنقول له لا، ليست هناك مصلحة في مخالفة الشرع. لا يرث المسلم الكافر، فنحن لا نرخص ولا نبيح لأحد أن يخالف الشرع، وكل مصلحة ظننتموها في هذا فإنما هي مصلحة وهمية وليست مصلحة حقيقية، لأن الشارع عالم بأن هذه الأمور كلها سوف تأتي ومع ذلك نص على الحكم، فنحن لا نقبل تحايلا على الشرع ولا نقبل مخالفة للشرع لأجل مصلحة موهومة أو شيء نظنه حسنا وهو في الواقع ليس حسنا، لأنه لا يوجد شيء نهانا عنه الشارع ويكون حسنا، بل كما قال هنا رحمه الله وغيره القبيح والمستهجن. فالشيء الذي نهانا عنه الشارع فإنه قبيح ولا شك أن فيه ضررا علينا، سواء كان الضرر في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. إذن هذا معنى قول هنا رحمه الله وغيره، أي غير المنهي عنه، غير الذي لم ينهى عنه فإنه قبيح، الذي لم ننهى عنه فإنه حسن، لكن الذي نهينا عنه فإنه يكون قبيحا ومستهجنا. ويقول إن الحرام داخل في هذا، الكراهة وخلاف الأولى يدرجهما بعضهم في هذا الذي يكون قبيحا، ولكن بعضهم كإمام الحرمين رحمه الله يرى أن المكروه واسطة بين الحسن والقبيح، فهو ليس حسنا المكروه، نعم هو منهي عنه لكن ليس نهيا جازما، فيكون هو واسطة بين الحسن وبين القبيح. فإذا نظرنا إلى أنه
لا يثاب أو لا يمدح المرء بفعله وهو المكروه فإنه بهذا الاعتبار لا يكون حسنا. وإذا نظرنا إلى جانب أنه لا يذم على فعله فإنه لا يكون لا يذم على فعله أو على تركه، لا يذم على فعله. إذا نظرنا إلى جانب أن هذا المكروه لا يذم المرء على ارتكابه وفعله فإنه لا يكون إذن قبيحا، وإذا ارتكبه وفعله فإنه أيضا لا يذم. خلطنا في العبارات. ما هو المكروه؟ المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. إذا نظرنا إلى كون هذا الذي يفعل المكروه لا يعاقب على الفعل ولا يذم على الفعل فإنه لا يستقيم أن نجعله في القبائح كالمحرمات، ولكن نظرا إلى كونه منهيا عنه وتركه أولى فحينئذ لا يستقيم أن نجعله في الأشياء الحسنة. إذن يجعل المكروه هو واسطة بين الحسن والقبيح. أما على تعبير المؤلف رحمه الله فإن المكروه والمحرم كلاهما يكون من قبيل القبيح المستهجن، والله تعالى أعلم.